خلينا نتكلم عن الزيادة السكانية اللي احنا شايفين انها يعني بتعوق التنمية، وبنتكلم في الموضوع ده من الستينات، لكن النتائج احنا خلاص في الالفينات، في 2022 اهو خلاص على الابواب ولسه بنتكلم في الزيادة السكانية. وايه توقعاتك وسمر؟ هل ممكن نحتاج زيهم تاني عشان نتكلم في زياده سكانيه ونجيب نتيجه، ولا اعتقد ممكن تبقى اسرع؟ والله عندي امل انه ان شاء الله نجيب نتائج قريبا. طبعا اعتقد ان الوعي ابتدى يزيد الفترات الاخيره غير زمان، ابتدى الناس يبقى عندهم المفاهيم الموجوده في العالم كله. طبعا لا شك ان السوشيال ميديا، ولا شك ان الانفتاح اللي حصل على الثقافات اللي ابتدى يجيب مردود حتى في المستويات الاقل، اللي هي مستوى التعليم بتاعها اقل، لكن في انفتاح دلوقتي من خلال السوشيال ميديا ومن خلال مواقع الانترنت، خلت الناس تشوف عندها اكثر وعي من زمان، خلت النظره الضيقه اللي كان موجوده زمان هي كانت بتيجي من خلال بعض القنوات المحدوده، قنوات التوصيل يعني اعلاميه، النهارده اصبحت اكتر كتير، فاصبح الناس منفتحين بيكلموا بعض، بي 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 كل واحد بيحكي للتاني الحاجات اللي بيشوفها هنا او هنا او بيقراها. الجيل الجديد منفتح اكتر كتير من الاجيال القديمه، فاعتقد ان الفترات القادمه هتكون اسهل نسبيا. خلينا نقول ان الزياده السكانيه شيء خطير فعلا، شيء مش بالسهوله اللي ناس كتير متخيلها، ان لا يعني الزيادة السكانية واحنا مساحة مصر، يعني في ساعات بعض الناس بتتكلم كلام ممكن يكون نظريا صح، لكن تنفيذه او حاجة براكتيكال او حاجة واقعية مش صح، لان لما نقول مساحة مصر قد ايه وعدد السكان قد ايه، طب محتاج اصلا الناس تستثمر مساحة مصر الكبيرة دي اللي هتشكل بالنسبة لل 110 مليون دلوقتي، على فكرة العداد شغال، ممكن احنا بنتكلم نلاقي العداد زاد. هو احنا